هلا هو هلا هو انا اللي بفهم بالطب هلا هو هلا هو انا اللي بفهم بالطب بشفي لك كل الامراض المستعصية على الطب هلا هلا هو على مهلك يا طب وامشي دايما دكتور الحقني قوام عندي عيلي ما بتنام ما بلحق لا اكل وشرب خايف لا شي ساعة طب هلا هلا هو على مهلك لك وامشي دايما بهب الطب بلب بدب نايم على وشي طب هلا هلا هو على مهلك يا طب وامشي دايما دغري ابدا ما بطب معو وحكمو يا ناس صاير بعقلي وسواس كتر ما عنا اجناس قلبي رح يعمل سطوب هلا هلا هو على مهلك يا طب وامشي دايما دغري ابدا ما بطب هلا هلا هو على مهلك يا طب وامشي دايما دغري ابدا ما بطب سيداتي انساتي سادتي ستستمعون الى اغرب قصة يرويها لكم السيد عباس ابن ضيعة حرش البلاني اللي ترك الضيعة ونزل على مدينة. عباس يتكلم معكم. شو قصتك يا ابو سليم؟ شو بك؟ ما بدك تروح لعند عبلاه؟ لك يا ابني روح بدنا نسمع. هذا عباس ترك الضيعة من 30 سنة ونزل على البلد، صار معه مصريات كتير وهلا رجع على الحديدة، بدنا نشوف شو قصته وطول البلد. شو دخلني يا ابو سليم؟ اخذ كل وقتي وتفكيري، ما عاد فكرت لا بزواج ولا بعيلي، وفجأة لقيت حالي وحيد غريب. لما تفكرت اتزوج. عاش شو هذا يا خون؟ معقول تتزوج وما تعزمني؟ ايه درباس اتركوا يكفى. ايه كفى كفى. اتزوج وشفت بنت حلوة كتير عمرها 25 سنة. طلبتها من اهلها رفض. رفضوا؟ ايه. كيف بيرفضوا؟ ما بقبل انا ابدا ابدا حدا يرفض. يا درباس. انه الشبوبية احلى من هالشبوبية. لك يا درباس اسكت. شايف عم يقول رفضها ولك هلا بيطلع هذا هون بتمك. ايه رفض. ايه كمل. رفض. قال شو؟ ما بدهم يرملوا بنتهم على بكير. عاش. نعم. معقول يا الحكي ده؟ انا شو قلت لهم؟ قلت لهم بكتب لها البنايه اللي عندي باسمها. وكتبت لها البنايه. وتزوجت. وكانت معي. رجعت كتبت لها الارض. الارض؟ ايه الارض يلي بدها تحرش البلاد. نعم. لك يا خول ما انا كنت ناوي بدي اعملها معمل خفاف، كيف تكتب لها الارض؟ درباس اتركوا يكمل. لك بدي كمل على كتب لك الشاو بتقلي اتركوا يكمل. ولك اتركوا يا خول. اسمع مني، ما بدك تاني كمل يعني؟ كمل 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 كمل. وفجأة مرضت مرض خطير كبير. وقت تكون عمرها ارتحت بدي ارتاح وانا كاتب لك كل املاكي باسمك. كل شيء كل شيء كل شيء كاتب لك باسمك. لك يا خالد ما هو تاكل هلا بدك تاني تكفي ولا لا؟ اتركوا يا درباس اتركوا. كفي يا عباس كفي يا عباس. بعد ما كتبت لك كل شيء باسمك اخواتها عرفوا بمرضها اجوا وجبروها تتنازلن عن املاكها كلها. ايه وتوفت فجأة. شو هالاخوه تدي؟ شو اجدي بدي؟ ليه اجدي؟ ولك شي بيكتب كل شيء اللي بيملكه؟ لا 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 اليوم بدي. ايه ما الواحد اذا بحب مرته بيكتب لك كل شيء يا ابو سليم. اسكت. وزتوني برا. يا خون. ايه. هلا زتوك زت ولا رموك رمي يا خون؟ لا زت يا خون. اسعود قوم حمين على زتها. يا عم. قوم حمين. يا عم. بس يا درباس خلي يكفى. كفى شو بدي يكفي ليكفى ما خلى شيء. وانتهت سيداتي انساتي سادتي قصة عباس اللي نزل على مدينة. يلا 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 ابو سليم يلا يلا امشي خذني لعند عبلة. روق شفت
عباس عمره 55 بحوالي 60 سنة، راح اتجوز وحدة عمرها 25 سنة. مين مات بالأول؟ هي ماتت. هي ماتت بالأول، لأنه الأعمار بيد الله، ما حدا بيعرف أيمتى بيجي وقته بيموت. بس حطيني يا أبو صليح، هو عمرمرة أصغر مني، يمكن تترمل هالمخلوقة على بكي. ايه بس عيب يا ابو سليم انك تعمل الاعمار بيد الله. ايه ما في شك. انا شو عمري انا؟ انت شو قصتك هلا؟ بدك تروح معي لعند عبله. انت روح لعند عبله هلا، انا بحكي معها بالتلفون وبخليها ترجع كل اللي بدك يا بصير. ايه ممنونك ابو سليم. إيه؟ انت لازم تاخذ مرمر. إيه؟ انت عمرك 30 سنه يا ابو سليم. لا اكثر شوي، 30 لا تقريبا 35 يعني 40. ما خليها 45 47 50 حاجي 50 يلا 55. شو بده يصير؟ يا حينيت عمره 25 وهو بعده طيب، يعني معناته يمكن تموت قبلك يا ابو سليم، يمكن انت تموت. لا 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 لا، الاعمار بيد الله وما حدا بيعرف انت اللي بيجي يومه. يلا سيداتي انساتي سادتي، من برنامج من اذاعه حرش البلاد سوف نقدم لكم الآن برنامج الصباح، حيث تستمعون إلى أحلى البرامج وأحلى النكت الذي لم تسمعوها من قبل. إنها برنامج جديد وسوف نطوره ونحدثه كثيرا. أما الآن سوف نقدم لكم طرفة ونكتة جديدة لم تسمعوا بها من قبل، إنها النكتة الموسمية التي سوف تزاع لأول مرة من إذاعة حرش البلان. هذه النكتة مجهود كثير أخذت لحتى أقول لكم أيها المشاهدون الكرام، أيها المستمعون عفوا، سيداتي أنساتي سادتي، هذه النكتة سوف أرويها لكم. قال مرة واحد راح لعند اللحام، قال له عندك عصبة سوداء؟ قال له في. قال له روح صيد فيه. مفكر حاله دمه خفيف. مين هيدا اللي دمه خفيف ست عبلة؟ هيدا أمين، يعمل كل شيء إلا إنه يقول نكت. ما هيدا أسأل واحد بضيعة حرش البلام بكون دمه خفيف؟ أنا ما قلت دمه خفيف، عم بقول مفكر حاله دمه خفيف. إيه مظبوط. بس ثقيل ثقيل كتير. شو مبين عنا شخص غريب بالضيعة؟ إيه ما عرفتي؟ لا. ما هيدا عباس. مين عباس؟ خاله لدرباس. إيه وليش صاير فيها؟ إيه ما هيدا تجوز وحدة قد بنته، كتب لك كل املاكه. كتب لك كل املاكه ام تركته؟ لا ما تركته، توفت. ايه طب اذا توفت بيصير فيها هيك؟ ايه ما ورطوها اهلها. كيف بيورطوها اهلها؟ اذا هو كتب لها املاكه وهي ماتت هو بيورط الناس. ما هي كتبت املاكها لاهلها. يا مسكين. ايه كثير مسكين. عباس اهلا. عبلة ولا انا غلطان؟ عبلة منك غلطان، ولا نسيت اللي خطبتها سنة وبعدين هربت من الضيعة من قلة حظي. يلا صحتك بالدنيا. اي صحة واي دنيا، هيدا اللي عملته انا وهيدا اللي جنيته على نفسي. معلش بدك تطول بالك، شو بتحب تشرب؟ قهوة. زغلول. نعم ست عبلة. اثنين قهوة بأمري. أنا عمل ليها مرة مثل هالأيام المرة. بأمرك. يلا يا زغلول. حاضر. وهلأ بدك تحكي لي شو صار معك بالتفصيل. شو بدي أحكي لك؟ لا أحكي لك. يا خيي هالكاميرا لمين؟ لا 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 شو اشتريتها؟ بدك تصور مرمر؟ صور مرمر؟ لا بدي صورك إلي. بدي اشتريتها. أنا ما اشتريتها. كيف لك؟ أنا لما رحت وشفتها وعجبتنا أعطيته الكارت اللي حضرتك أعطيتيني إياه وهو خصم حقه على كيفه. وما عطاك فاتورة؟ إيه كيف لك يا حيا؟ يا خيا شو عم بتفتش؟ على الفاتورة. أنا ما بدي منك شيء، بس ما بدي يستغلوك لأنه معك الكارت. نعم 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 نعم، أنا يستغلوني إلا ولك. أنا تمات ساعة طلع عيونه وأنا حرجه لحتى وصلت أنا وياه على سعر قال لي نشفت اللي دمه. بعدين قلت له
هذا الكارت خصوم حقي. طيب يا خيي يلا صورني. إيه لا هيدي ما لها تصوير البني ادمين. ما كان لها تصوير شو؟ هيدي لها تصوير اشياء خاصة. الله يساعدنا. سعدية ما تلفن البابا؟ ما بعرف إذا حكي مع خي أبو سليم. ليش وينه أبو سليم؟ اشترى كاميرا وراح يجربها. طيب طيب. مرمر لوين رايحة؟ مشوار هلا برجع. انت هون؟ وليش شو جابك هلا؟ شو في؟ ما في شراجيل عندك. شو هيدا شو هيدا؟ ابن عم صورني صورنا. بنت الحوره قلوبهم طياره، سحروا لي اعلى باول اشاره، سحروا لي اعلى باول اشاره، سحروا لي اعلى. اسكت اسكت. شو جابك هلا؟ لا روح على شغلك. ابن عمه بما انه انت يعني صار عندك هلا كاميرا، بكره بنعمل ومنصور فيديو كليب. يا ابني هيدا ما لها تصوير، لا فيديو كليب ولا فيديو بسينات ولا فيديو قطاط، هيدا للشغل. يا ابن عمي ما بدها شا، انا بروح على شط البحر وبغنى وانت بتصورنا بيطلع فيديو كليب. بس بس روح على شغلك هلا، ماني فاضي لك، مشغول، عندي تصوير اشياء خاصة ومهمة. مهمة؟ ايه همة. ايه عمل لك همة. ايه روح على شغلك. عم عايزينك بالإذاعة. لشو؟ قول بدهم يعملوك مدير إذاعة. أنا فاضي أعمل مدير إذاعة، أنا عندي شغلة مهمة أكثر من هيك بكثير. وبما إنه صار عندك كاميرا للتلفزيون يمكن تعمل مدير تلفزيون. ايه طيب روح هلا على شغلك، بعدين بحكي انا وياك لانه هلا ماني فاضي. ابن عمار ايه اقولك انا لشو جاي لعندك نسيت. فقف. روح وبس تتذكر بترجع. ايه ايه ابن عم تذكرت. لك ماشين عباس خولي عباس. شو بده عباس؟ لك يا ابن عمي انت ما وعدته تعمل له محاماه. لك يا ابني شو بيعمل المحامي اذا واحد هو متيس وهو ما عرف يتصرف؟ هلا المتيس القانون ما بيحميه؟ لا المتيسين القانون ما بيحميهم. ما بيحميهم؟ لا. طيب ابن عمار ايه؟ انا شايفك يعني انت مثل كانه شايف حب بتعمل دكتور عشاب يعني. يا اخي هذا مانو شغلك. يا ابن عمي تركني وروح على شغلك، خليني اعرف اتصرف. طيب خول عباس ما اجى لعندك؟ لا ما شفته. طيب بس شوفه وقل له انه درباس سال عنك. تكرم عينك. وهلا صورني ابن عمي صورنا. روح على شغلك. انا عامل مطرب جوال هلا. ولك روح على شغلك صرفنا. بنت الحوره قلوبهم طياره، سحروا لي اعلى. سيداتي اليكم فتره البث المباشر. سيداتي سادتي، معنا في الاستوديو المطرب الاسم كريم علي المقداد. علي المقداد. سؤال رح نسألك كام سؤال وتجاوبنا عليهم يا سيد علي. سؤال أول، شو بتحب تاكل؟ يعني أكلتك المفضلة؟ المجدرة. المجدرة. أسعد أسعد. شباب. اسألوا بقى، بحب سلطة لبن بخيار؟ بتحب سلطة اللبن بخيار؟ بحب. لا بحب سلطة الخس. الخس. أعول. بحب سلطة الخس. إذن سيداتي المطرب معنا بحب المجدرة وسلطة الخس. سؤال تاني. امتى بتنام؟ يعني بتسهر قصدي بالليل ولا بتنام بكير؟ لا بنام بكير. وامتى بتنام بكير؟ وقت اللي بكون عندي شغل. وقت اللي بكون عندك شغل بتنام بكير؟ ليش بتنام بكير وقت بكون عندك شغل؟ عشان في مرتاح على الشغل. اذا سيداتي سؤال ثالث، لونك المفضل؟ الاصفر. الاصفر. الاصفر؟ هذا سيدنا الاصفر، يعني ما سمعت انت عبد الوهاب شو بيقول؟ اصفر من السقم ام من فرقه الاحباب. يعني انت بتعرف عبد الوهاب؟ لا سامع فيه. سامع فيه. طيب هلا شو بتحب تغني لنا؟ رح نسمعك اغنيه من البوني الاخير، وهي يا ام عيوني الحلوين عند القاضي لقيني،
قالوا الجازي نص الدين وعبالي كمل ديني. ها حلو. سيداتي آنساتي سيسمعنا من ألبون كم ألبون عندك؟ عندي ألبون واحد. ألبون واحد. من ألبونه الواحد عفوا كم غنية في الألبوم؟ غنية واحدة. غني؟ من ألبونه الواحد والغنية اليتيمة سيسمعنا المطرب علي المقداد. تفضل. يا إما عيوني الحلوين عند القاضي لقيني قالوا الجاز نص الدين عبالي كمل ديني وعبالي كمل ديني يا إما عيوني الحلوين أيوة عند القاضي لقيني قالوا الجاز نص الدين عبالي كمل ديني وعبالي كمل ديني لا 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 أيوة لا 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 عالماضي سكرت الباب لما سهمك قلبي صاب عالماضي سكرت الباب لما سهمك قلبي صاب لعيونك شررت بواب نظرة منهم تكفيني قالوا الجاز نص الدين عبالي كمل ديني وعبالي كمل ديني يا كل عيون الحلوين عند القاضي لقيني قالوا الجاز نص الدين عبالي كمل ديني وعبالي كمل ديني لا 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 سيداتي آنساتي سادتي سنكمل الأغنية بعد فترة. أهلا أهلا ست طرمان. أهلا فيك. مدى بدي سيارة لأنزل على مزيني. بس هلأ مش هشوف ما في هلأ غير أسعد. وشو بيه أسعد؟ هلأ بس مشغول. طيب ما في سيارة غيره؟ في بس نزلوا كلهم على المدينة. أسعد ليخلص مشغول هلأ بس يخلص بنزلي. بنترو يعني؟ إذا بدك تنطر انطر. طيب أوكي رح أنطر. أسعد مطول؟ 10 دقايق رح انطرك. هذا نعود الى الاغنيه والمطرب علي المقداد. يا احلى جرح موال هالقلب لغيرك ما مال يا احلى جرح موال هالقلب لغيرك ما مال شوق طال وليل طال نار الشوق بتكويني قالوا الجاز نص الدين عبالي كمل ديني وعبالي كمل ديني يا ام عيون الحلوين عند القاضي لقيني قالوا الجاز نص الدين عبالي كمل ديني نو 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 ني نا نا نو نا ني نا نو شو قصتك يا دربيش؟ شو في شو في؟ عامل لي مطرب متجول هلا؟ ايه انا هلا صاير مطرب الجوال. ايه يعني بعمل حفلات بالقهوة بالاعروس بالمطاعم وقام في حفلة انا بعملها. ايه ايه يا دربيش جمعة الجاي نحن عاملين حفلة هون بالقهوة انتخاب ملك الجمال للرجال. انا في غنيكم غنيكم اخونا ما سمعتوها بحياتكم. يا زغلول اخو العباس اجى لعندي. اجى هلا قبل شوي وشرب قهوه وراح هو الست عبله. ايه ايه حكيوا مع بعض ما بعرف شو حكيوا سوا سوا وراحوا سوا سوا. روح هو وعبله. ايه لا 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 زغلول بتفهمني الست عبله اذا بتريد يعني انه خولي رجع عالضيعة منتوف ما حيلته حيلة. ما هي حكيت اياه كل شيء ويمكن اخذته لعند محامي من شان تعمل له القضية. لا يا زغلول هيدي بفكرة فكر. اوني مونونو نوني نانانا نانا. مرحبا شباب. نونو مرحبا شباب. اهلا بالشباب. موني موني بدنا نسأل سؤال. نحن ما بنعرف شيء ولو فينا نسأل سؤال. إلي هدي إلي؟ طبعاً. في تسأل سؤالين قول مور. في شخص هو بنته وبيدعي إنه دكتور تعرف عنه شيء؟ بدك تعرف كل شيء كل شيء؟ طبعاً كل شيء. بعفو بعفو. ها؟ هيدا الدكتور اسمه فخري وعنده بنت اسمها مرمر مرمر. مزبوط. وين فيني لاقيه؟ بدك تعرف وين فيك تلاقيه؟ طبعا. لك شبك شو قصتك؟ حتعطيه كل المصريات؟ انا بعرف وين بدلك عليه؟ طبعا. ساكن عند ابن عمي ابو سليم. اها هات لشوف شو بدك؟ مثل ما عم تعطيه اعطينا.
تفضل. يسلم ايديك وانتو تفضلوا. تفضل. اوني بونونو بوني بانانا اوني بونوني. او بن عمّا، او بن عمّا، شو في يا درباز؟ أنا سعدية، كيفك بنت عمّا؟ ماشي الحال. في الشباب عم يسألوا عن الدكتور. وين الدكتور؟ الحقيقة ما ماني عارفة، راح. ما بتعرفي وين راح؟ راح وما قال لي لوين. وبنته راحت معه؟ لا، من شوي راحت وقال بدها تنزل على المدينة. ليكوا يا شباب، ما حدا بيفيدكم إلا ابن عمي أبو سليم. أبو سليم؟ إيه. وين فينا نشوفه لأبو سليم؟ إذا ما كان بالباب بيكون بالمختبر. بالمختبر؟ إيه. وين هيدا المختبر؟ هيدا المختبر بالأبو قريب من هون. بتحبوا دلكون؟ طبعاً إذا ما في سئلة. تكرم عيونك. قولي بونوني بوني منانو. يا درباز، أنت شو بدك؟ معلش يا ست، صورة معروف. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 أهلا وسهلا يا الدكتور. من هون؟ لا، نحن بدنا نسأل عن الدكتور. أيوة. إذا هون والله مش هون. عم بقول لك من هون. وحضرتك شو عم تعمل هون؟ الحقيقة أنت شو بخصك إذا أنا شو عم بعمل هون ولا ما عم بعمل هون؟ أنت شو بتريد ولا شو جاي لهون؟ يعني بدك تقول إنه ابن عمه الدكتور عم يعلمه الطب بالأعشاب. حلو، حلو كتير. أبو سليم، فيني أحكي معك شي كلمتين على جنب؟ عجنب؟ اينا. لشو بيمنع ان نحكيهم هون بدون ما نحكيهم عجنب؟ لا لا، انا بدي احكي انا وياك كلمتين عرواء. عرواء؟ اينا. يعني ممكن برا؟ اذا امرت. ايه تفضل. 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 وليه شو اعمل فيك؟ وليه شو اعمل فيك؟ لان جبت لي هالبلاوي هاي جبت لهون. بدل ما تستكتر بخيرة. ايه. وانه عملت معك معروف جبت لك شباب لهون بتعملي شو بعمل فيك؟ استكتر بخيرة. ايه. امشي قدام امشي. اوشي اوشي. بن براتاش. شا اوشي اوشي قولي بن براتاش. شو يا ابو سليم؟ بدك تقلنا وين راح الدكتور ولا شو؟ ولا شو يعني؟ ولا شو؟ شو انت قبل ما تجي لهون او بس طلعت على ضيعة هرشل بالليل ما حدا قال لك انه بدك تشوف واحد بهالضيعة اسمه ابو سليم الطبل؟ ابو سليم الطبل؟ ولك الدياب مهشلة، الواوية مطفشة، الضيع ما عاد إلى قلب تقرب على الضيعة. شو تفتكر أنت حالك حبتان جاي لهون؟ يا أبو سليم، نحن عم نسأل سؤال بس. شو عم تسأل سؤال؟ وليه سعدية؟ لا. سعدية، جيبي لي هالجفت. لا يا أبو سليم، ما بدفش. يا أبو سليم، ما بدي لا جفت ولا شيء. إنك بدي جفت وبدي غير الجفت كمان. هيدا الجفت. يا أبو سليم روح. ولا روح. ولا 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 ما عنا ضروب، صرنا سنتين ما جايبين ضرب، ما ممنوع القواص، لشو بدنا نحط الضروب؟ مانك نافع. ماني نافع؟ هش لقلك من هون، هش. يا حيي. ارتح. يا حيي فهمني، هالجماعة شو بدهم من الدكتور؟ أنا بعرف شو بدهم، على كل ما بقى يعيدوها ولا بقى يقدروا يسترجوا يجوا على هالضيعة بحياتهم. مفتكرين بو سليم حبتان؟ أبوكي ما قال لك وين روح؟ لا ما قال لي شيء. وانت هلأ وين رايحه؟ بدي روح لعند عمتي. ليش منك مبسوطة عند أبو سليم؟ لا مبسوطة كتير بس. بس شو يعني سعدية غيروني مني؟ لا أبدا أبدا، شو هالحكي؟ أبدا. في مصلح دوليب هون؟
اقول مرحبا. ما في مرحبا بالاول؟ لا تواخذني، مرحبا. ها هلا مندلك عم صلح دولي. شكرا. شو يا امين تاخر اسعد؟ ست برمر، اذا كان انت مضايقه بالقعده هون فيك تروحي تنطرين ابو سليم بالباب. حضرتها مرمر بنت الدكتور فخري؟ اي نعم. انت بتعرفه للبابا؟ طبعا، نحن جايين من قبل الدكتور فخري وعايزك ضروري ضروري ضروري. عن جد عم تحكي فيي روح معكم يعني؟ طبعا فيك تروحي معنا، من احنا جايين كرمالك لناخذك معنا. لكن يلا يلا. شو يلا شو يلا؟ ما يلا هدول ما معرف قرنات ابوهم انهم تروحي معهم. كيف بدك تروحي معهم؟ شو قالت؟ انا ما قلت شا، سلمونا على ابوي. ها اتفضلي. ميرسي. الو الو، ايه سعدية؟ ابو سليم هون موجود، خليه يحكي معه. لك ايه ايه لك ضروري ضرورة. لك ايه عيطي له. لك قولي له قولي له امين بده يحكي معك ضرورة، شغلة مهمة كتير. طيب طيب لحظة. خي ابو سليم، خي ابو سليم. شوفي 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 امين على التليفون. على التليفون. الو يا امين، شوفي ايش؟ نعم شو عم تقول؟ شو؟ لا 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 حد هان وبس. سعدية شو فيه؟ روحي جيبي لي هالشفت يا خيي. شو فيه؟ اجوا اثنين هول عمت امين، هول اللي اجوا لعنا لهون شافوا مرمر عنده اخذوها وراحوا على البلد. قال شو ابوها بيعت وراها. يا خيي بلكي مزبوط ابوها بيعت وراها. لو ابوها بيعت وراها كنت الفلي إله وقال لي يا ابو سليم بتجيب مرمر وبتجي انت وياها لعندها، ما بيبعتتنا اللصوص ما معروفه ورعت بيوم منك. روحي جيبي هالجفت. ايه طيب تضحي. قولي روحي جيبي الجفت هلا. طاب وحط الغواص هلا بده يشتغل الغواص. هيدا شفتي خيي، هاتي هالجفت ومنجيب دروب. يا خيي ما عنا دروب. ومنجيب دروب عامل لك احسن ما اوصك. يا خيي ما في عنا دروب، ليه بدك تعوصني؟ ما في دروب؟ انا بعرف كيف بدي اجيب دروب. ولا ولا شوفي ست عبلان، الزعل والتفكير ما بيسولي. انا بعرف شو عم بتفكري كمان. انت بتعرف بشو انا عم فكر؟ ايه بعرف. طيب بشو عم فكر؟ اه بتفكري فيي انا. صحيح انك بلا نظر، روح اعمل لي فنجان قهوه. روح. حاضر. مغروم فيي. لك لك لك. اهلا اسعد. اهلا 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 اهلا. الله معكم. اهلا. كيفك يا ست هبلة؟ أسعد. شو الله مبسوطة؟ أسعد. نعم. اسمي عبلة. إيه أنا أشقلت. ماشي خلص. أهلا أهلا أسعد. فيك. كيف أيامك؟ نشكر الله. بتعرفي يا ست هبلة إنك مطلوبة؟ أنا؟ إيه؟ لمين؟ للجماهير. كيف يعني؟ شو عم تحكي؟ عن شو عم أحكي؟ يعني الأذاعة. إيه؟ سوف تعمل برنامجاً اسمه لك سيدتي، ووقع الاختيار عليك. علي أنا؟ نعم. بس أنا شو بيفهمني بالبرامج؟ كيف شو بفهمك؟ شو بده تقديم البرامج؟ بيجيك مكتب، بيجيك تليفونات، بتجاوب عليه وبتردة. إيه معقول؟ إيه؟ يعني أنا رح أقعد هيك بالإذاعة أقول عبلة أنديل تقدم لكم. طبعاً لا، ما بدنا نغير الاسم. إيه؟ إيه إيه إيه. ليه؟ بدنا نعمل اسم فنة. بس انا بدي العالم تعرفني انا عبلة. لا لازم يكون في تشويق عند الناس. مين اللي عم يزيع؟ مين هو اللي اخذ لب الناس وعقل الناس وعنده برنامج حلو؟ ايه بدهم يتعرفوا عليك، بيصيروا يسالوا عنك بعدين بيعرفوك. طيب شو رايك شو بدك تسميني؟ اسم فنان. اسم فنان. عبلة 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 ام و شو؟ شو؟ ام اقواق يا بلا نظر يا بلا ذوق. ايش؟ اسعد هيدي ام اقواق يعني وقتين ونص. لك لا لا، ام اقواق هيدي مثل العصفورة مثل البيبانة هاك. ايه؟ مثل كذا يعني عصفورة بتترغي. ايه اسكت اسكت. منيح منيح منيح. اسكت انت. خلص ما بدي اشتري. غيروا غيروا اسم غير اسم. ها طلعت. شو؟ ام رطيزة. ايه قوم فيلم من هون. قوم قوم قوم. شبك لا
ليش معصبة؟ لا شوفي شو هالاسماء هيدي؟ منيحة اسماء فنية. لا ام رطيزة عصفورة عم ترغي. ام رطيزة لك اسعد هلا ماني رأيت لك قنفل من هون. استفلا قنفل من هون رايح. ها شو بك؟ ما الحق عليك انت، الحق علي انا اللي جيت لعندك. ايه مزبوط، يلا فل من هون. صحيح ما بتعرفي تعملي لا اذاعه ولا شيء. ست عبلان؟ نعم. حلو هذا الاسم ام رطيزه. ايه فوت شوف شغلك انت كمان. حاضر بقبلك. امي وي وام رطيزه منيح؟ من ضيعة حرش البلاد، ايها المستمع الكريم، سوف نقدم لكم برنامج احدث نكتة لهذا الموسم. نكتة الموسم سوف يقدمها امين من اذاعه حرش البلان. نكتة الموسم امين. بدك تقول نكتة؟ لا روح. لا لا تعال. شو تعال؟ شو ما تروح يا عمي، ما بقى تخلصنا منك. ما بقول ما بقول عود اجا دوري. لك يا عم الجمهور عم يمل من نكت، نكتك ما حلوه. لك ما تقول ما حلوه، عم فهمك. لك هاك الجمهور عم يشكى. اوعى تقول ما حلوه. يا امين شبك ابو سلام، وين الجماعه اللي اجوا لهون؟ من هون راحوا. من هون من هون يا امين شبك. عن شو عم يسأل؟ ما بعرف. ما بتعرف؟ لا. وين روح؟ شو بعرفني وين روح؟ مين ما بتعرف وين روح؟ لا ما بعرف. يا امين شبك بتقلي راحوا من هون؟ انت عارف انا عم مين عم بسأل؟ لا. لكن كيف بتقلي راحوا من هون؟ قولي انت بنت الفنر، وقلت لي يا ابو سليم اجوا اثنين اخذوا مرمر وروحها؟ صحيح، هن اجوا اثنين لهون اخذوا مرمر وقولوا لي ان ابوه عويزه. عويزه؟ وين راحها؟ روحوا من هون. روحوا من هون. اليوم اخر لياليكم، لا تتخبوا بين الناس، واليوم يومكم. امين شبك. ما حدا حيعرف شو رح يصير. ولا ابن عمي زقوا عقليتها. لك يا عمي شو قصتها؟ هلا الحب هاك بيعمل وبيعمل اكثر من هاك يا امين. قوم 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 الحقوا لا يعمل له شي مشكله. خلص شو خلص؟ انا ابن عمي بعرفه، ما بيطلع منه شا بس هاك. بيعمل لي هاك. هلا بس تيجي خي ابو سليم بنقول له. طيب وانت شو رايك؟ انا ما عندي مانع. طيب سوسو وين بتحبي تقضوا شهر العسل؟ هالكلام سابق شوي لقوينا. لا خيي عم بفكر انكم تقضوا شهر العسل بالفلبين. فلبين؟ دخلك هاي فلبين وين صارت؟ بالشرق الاقصى. لا 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 هذا ما بيصير ابدا. يجوا او بتضيع على هون. اهلا عمو ابو سليم. رجعنا الثاني عمو ابو سليم. شو قصتي؟ خير شو في؟ ابو سليم شو بك زعلان؟ وكيقطع الزعل؟ زعلان؟ معقوله يجوا اثنين على الضيعه لهون ياخذوا مرمر وكل هالعالم موجوده وما حدا يعرف كيف اخذوها كيف اجا؟ نياله مرمر. عشو نياله؟ عندها مين يهتم فيها. ليش انت ما عندك مين يهتم فيك؟ في خيي سالم، بس بكره وقت اللي بيتجوز ببطل عندي حدا يهتم فيي. شو هالحكي؟ بده يهتم فيك انت اهم من مرته ومن اولادها. انت هيك شايف؟ على كل حال مها جاي وجايبت لك دعوه من خيا سالم، قال الليله عازمك على العشاء، شو رايك؟ يعني الحقيقه ولو يا ابو سليم كرمالي ما تكسفنا. يعني سعديه شوفي هي حالك عشيه مشان نروح لعند سالم، ما حلو نكسف بخاطر المزبزه اللي اجت لعنا. يا اهلا وسهلا فيك، تكرم عينك. مثل ما بتريد. طيب قال لها روح ولا خي سالم؟ خليك اشربي فنجان قهوه وبعدين مع السلامه. هلا عشيه بنشرب كلنا سوا يلي بدكم اياه. طيب مع السلامه. بالاذن. يا عمي شو بن هالبنات كلهم عندها الاخره؟ وقت اللي كان ابو سليم ابو سليم ما حدا يتطلع فيه، هلا عندها الاخره وحده رايحه وحده جايه. شو قصتهم هالبنات؟ مين هن؟ لك هالبنات ما شفتيهم كيف كلياتهم رامين حولهم عليا؟ شبهن؟ شبهن؟ يا قليلة النظر شبهن؟ مانك شايفة؟ مانك سامع الحكي اللي عم تحكي انه بكره خيا اذا تجوز هي بدها تبقى لوحدة؟ معناتها فهم يا ابو سليم انه هي لوحدة، يعني احكي لك كلمة قد مطلبنا قد بخطبنا انا. هي هيك قالت؟ يا بلا لك يا اختي انت امتى بدك تصيري تفهمي مثل خيك عالطير؟ عالطير بيلقط ابو سليم وبيفهمه. هلا خبرني شو صار بمرمر؟ ذكرتيني بمرمر ولا بدي اعرف منين روح وبس تفرجيهم هول وين. سعديه سعديه
بنت عمها. شو بقى ابن عمي ابو سليم عم يحكي مع حولها؟ شو بعد ما لقى مرمار؟ شوف هي انت كمان. قول انا وخيا على ابن عمها. بعرف. وانا وابن عمها على الغريب. هلا اللي فهمني شو في. فرجيني همتك لشوف. بشو؟ انا حطت عيني على مهي وخيا لمهي حطت عينه عليك. يعني خد بنت عمها واعطيني اختك. شو هالحكي هيدا؟ ما عجبيك؟ لا ما عجبني. وانت اذا حطت عينك على مها اتفضل روح لحالك اخطبها من اهلها. انا ما دخلني. ما دخلني ما دخلني. انت طالعه وشك ناشف لابن عمها ابو سليم لخيك ولك نحناها على الفوضى. وشك ناشف. معقول؟ معقول تمر هالسنين كلها ونرجع نلتقى؟ شفت كان ما في بنت بتمرق وبتعجبك غيري. ما كنت فكر الا بجمع المصاري. وجمعت؟ جمعت وراح تعب العمر كله. ضليت شهر ما نمت لا ليل ولا نهار بعد ما انت فسخت الخطبه. من قله حظي. وليش ما رجعت فتشتيني بالموضوع؟ كيف بدي فاتشك ولا؟ كرامتي كرامتي ما بتخليني بروح بعواطفي. وبعدين انت اختفيت ما عاد عرفت لك طريق. الحقيقة أنا ارتكبت عدة أخطاء بحياتي وأكبر خطأ أني جوزت بنت الدف. معلش هيدا نصيبك. وهلأ؟ هلأ شو؟ عن إذن. شو ست عبلة؟ بين روميو بلزق هون كل يوم. مسكين يا زغلول مسكين. مسكين؟ بس أنا سامع غير هيك. شو سمعت؟ قال انتي لعب تنامي لليل ولا نهار كرمينه. ايه روح شوف شغلك. رايح بس انا مخليكي لاخرتي. مسكين يا عباس. مسكين يا عبلة. روح شوف شغلك. رايح بس مخليكي لاخرتي. اما الان مستمعونا الكرام سوف نقدم لكم اسعار الخضار. البطاطا 1500 ليرة. البندورة بألف ليرة. اللوبيا 1500. الكوسة 1000 ليرة. الباذنجان بألفان وخمسمية. البقدونس بألف ليرة. النعنع بميتان وخمسين. والكزبرة بميتان وخمسين. ألو مين؟ جوجة؟ بدك تحكي مع مين؟ ما فيك تحكي هلي مع مين على الهوى. اسألها لأنه سعرها ضمت البقدونس بألف فرقه. بعرف بعرف كانوا لعشر ضميت بألف بس وقت اللي رخصت بطلوا المزارعين يزرعوا صاروا يزرعوا محلة كزبرة ونعنع. رجعت قليت طبعا لكن يا عمي ما في شي بهالبلاد بيعملوا له حساب. علما الآن سيداتي سادتي نقدم لكم المطرب فرخ البط عواب. أسعد شو بيه؟ يلا حط لنا الغنية. حط عرفاء هيدا بتطلع الغنية الموجودة. هيدا يعني ايه؟ هيدي الغنية فرخ البط عواب؟ حيلا تطلع. هيت لشوف مع مين كنت عم تحكي؟ مع جوجة. اعطيني اللي احكي معي. ما سكرت الخط لأنه هي سكرت. ما أنت كنت على الهوى. ايه قلت اتصل فيك بعد شوي. لك ليش خليها تسكر؟ تعرفها؟ مين هيدا جوجو؟ هيدي يلي حير من عيون النوم. هيا والله ايه. وبتعرفها؟ شايفها؟ لا بس على التلفون. على التلفون؟ ايه. بركي كنت مزوجة؟ لا هي قلت لها انه هي عزبة. ها وبتحب الفتوش وبتحب الفن والموز والبطيخ. وليش ما قبلت لهلي؟ معاني كل ما بطلب منها موعد مشان قوبله بتقلي بعد بكير. بتفهم قصدها الله يوفي. شوف يا سعود ايه انا هكا مثل مني متخيله. متخيله؟ ايه شايفه انا هاك يعني بعقلتها على التلفون؟ على التلفون هاك انه هي حنطيه. وشعرها طويل وعيونها زرق واسنانها فرق وبتصيب بالعين. لا وعطول بس اسعود ما تحكي على الحكا بزعلها.
لا 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 كل شيء ولا تزعل يا امير. يعطيك العافيه امير. اهلا الله يعافيك. اهلا وسهلا بست ماي. اهلا وسهلا. بدي 2 كيلو بندوره. ايه 2 كيلو بصل. ايه نص كيلو بطاطا. لا حضر حضر كله بيقدرك لو بتكرم عيني كيتي لهون. هيدي الورقه. نعم. بدي تزعلي هالغنيه وتهديها. لمين بدك تهديها؟ من سالم الى سوسو ومن مها الى شيخ الشباب. عرفته. مين هو؟ ابو سليم. ولو ابو سليم ايه بالبقله. شو بدنا؟ إيه. الحقيقه مثل ما قلتي بالبقله. امين تبعت لي الاغراض؟ لك معروسه. حاضر انا بحمل لك هن على كتفه وبوصل لك هن على الباب. انا ببعت لك اياهم. ايه وبدي تزعلي الغنيه الساعه 7:30. 7:30 لك بحاضر. لك ما تكرم عينك. 7:30 7:30 بعمدي بالاذن. والاغراض بيوصلوا لك لعندك على الباب. على البيت لعندك. انا بخدمهم. انا بخدمهم. شبك امين. شبك شبك انت. شبك ما كنا بنحب جوجا. وشبك صار جوجو وما هي وما بتعرف شو في لسه على الطريق كمان. ايه يا بيا ولاش انا ما بيطلع لي حب انت. ايه روح حب مرتك واولادك وزوجهم. اسكت امسكي واحكي. ما بدي احكي. طيب شو الرقم اللي كنت عنده؟ ما بعرف. تعاوني معنا احسن لك. احسن تخسري ابوك وبعدين تخسري حالك. فهمتي؟ مسكي احكي. لك شو قصتك يا ابو سليم؟ هم اللي عجبت وقعد. يا اسعد بركي صار شيء هيك على غفله يكون الواحد مستعد. ها. طيب شو نوع الدروب اللي عم تستعمله؟ ما في خرطوش. شو ما في خرطوش؟ شو هالحكي؟ ما بتعرفي ابو سليم انه سلاح الفوضى بيقتل صاحبه؟ شو هالحكي اللي عم تحكي؟ لك شو المعنى يعني؟ هات لشوف هات لشوف. شو في له؟ شو معي؟ معي؟ انا على طول بحمل دروب. صحيح. لكن احنا ها لك هدول هدول فوت معش. هادي الدروب انا طيبه كثير. ما تخاف والله الطير عم بعد. الو مرمر انت وين؟ شوف في ناس بدهم يحكوا مع خيي ابو سليم. بالاول قولي لي انت وين؟ شو؟ مخطوفة؟ هش مخطوفة؟ ولا ولا مين اللي خطفها؟ في دروب في دروب في دروب في دروب في دروب في دروب ولا انا ما اعرف شو بدي احكي عليكم ولا ولا واللي بدي يا 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 انا اللي بفهم بالطب مش في لك كل الامراض المستعصية على الطب. هلا هلا هو على مهلك يا طب وامشي دايما دوري ابدا ما بطب. يا دكتور الحقني اوام عندي عيلي ما بتنام ما بلحق خايف لك ساعة طب. هلا هلا هو على مهلك لا تنط وامشي دايما دوري ابدا ما بطب. مني عنده عجيبة صورة كتير غريبة بهب الطب بلب بلب نايم على وشي طب. هلا هلا